كان في فيديو ترند على انستجرام او على السوشيال ميديا كمان، كان للفنانة إلهام شاهين. هي عملت فيديو على انستجرام بتتكلم فيه على ايه بقى؟ على انها بتعلن رسميا تبرعها بكافة اعضائها السليمة عند الوفاة، بعد شهر عليها طبعا، لمن يحتاج اليها من الحالات الحرجة. قبل كده كمان من فترة ظهر عدد من انفلونسرز مصريين ومن العرب كمان بيتكلموا عن نفس الموضوع، لما يتوفوا هم حابين يسرا ان هم يتبرعوا بالاعضاء السليمه اللي موجوده في جسمهم لمن يحتاج اليها. حاجه جميله جدا، وطبعا الحقيقه انه دي قضيه انسانيه مهمه جدا جدا، واعتقد ان هي اثير حواليها جدل كبير قوي يمكن في العشرين سنه اللي فاتت، وحصل نقاش مجتمعي والراي الشرعي كان ضد الموضوع ده. خروج بقى فنانة بحجم الفنانة إلهام شاهين وكمان عضو مجلس النواب الأستاذة فريدة الشباشي وغيرهم كتير يعلنوا عن تبرعهم بأعضائهم بعد وفاتهم، ده بيشجعنا طبعا على فتح نقاش تاني في الموضوع ده. خلونا كده نروح الأول نشوف الفيديو للفنانة الجميلة إلهام شاهين ونرجع لكم مرة تانية نعرف إذا كان القانون المصري بيبيح ده ولا لا. أنا أعلن تبرعي بكل أعضاء جسدي السليمة بعد وفاتي إن شاء الله لمن يحتاج ليها. أي إنسان محتاج، قلب، كلى، كبد، قرنية، رئة، أنت ممكن لما تتبرع تفيد ناس كتير مش شخص واحد بس، وفي نفس الوقت أنت مش هتخسر حاجة. يعني الجسد ده هيفنى، هينتهي، هياكله الدود، يعني هيبقى في التراب. فبالعكس يعني احنا كده بنعمل خير وبنبقى اكتر انسانية مع بعض، بنخفف الام الاخرين. يعني مفيش حد بيطول عمر حد، بالتأكيد العمر ده ليه وقت ومكتوب، لكن على الاقل بنخفف عنه الالم، بنحميه من الحياة التعيسة والأدوية الكتير. فلو أي إنسان في إيده أنه يقدر يعمل هذا الخير لازم يكون عندنا هذه الثقافة وهذا الوعي الإنساني المهم جدا جدا. وعلى فكرة أنا قبل ما أقول الكلام ده أنا سألت شيوخ مستنيرة إذا كان ده حلال، وقالوا لي أنه حلال جدا جدا، واتقال لي منهم كمان ان يعني ان هم شخصيا معلنين ده ومتبرعين باعضاء جسدهم السليمه بعد وفاتهم. فكل انسان مستنير وبيحب الانسانيه وبيحب الخير وبيحب بلده هيعمل ده، ويا ريت الدوله تعمل لنا خانه في الرقم القومي يكون مكتوب فيها ان انا متبرع، ان انا موافق يعني على التبرع، بحيث ان الانسان لما يموت حتى لو اهله ما عملوش ده، لا ده مكتوب في الرقم القومي بتاعه، وعلى الدولة انها تستفيد بده وتاخد الجثمان فعلا ويتاخد منه السليم منه. وفي نفس الوقت اعتقد ان لازم يكون عندنا بنك لزراعة الاعضاء، يعني بنك يتشال فيه الاعضاء دي اللي من يريد. فيا رب يا رب نقدر كلنا يعني ايدينا في ايدين بعض ان احنا نعمل الخير وننشر الحب والمعاني الإنسانية الجميلة بيننا وبين بعض. يعني شفنا مع بعض الفيديو دلوقتي، والحقيقة أن الفنانة الجميلة إلهام شاهين دايما بتفاجئنا بمواقفها الجميلة والطيبة تجاه المجتمع وتجاه كل من هو محتاج دايما، وبنشوف ده على طول. وخلينا برضو نتكلم معاها على التليفون ناخد رأيها كده إيه لايف مع بعض. معانا الفنانة العظيمة والقديرة إلهام شاهين. ألو. ألو، أهلا وسهلا. أهلا بيكي. أهلا بيكي الفنانة إلهام شاهين. يعني لسه بقول حضرتك دايما بتفاجئينا بمواقفك الجميلة، والحقيقة أنه دي لفتة في منتهى الإنسانية، فحابين نعرف منك يعني إمتى خدتي القرار ده وبناء على إيه؟ بناء على مبادرة كان أطلقها الدكتور خالد منتصر، طبعا الطبيب والمفكر اللي أنا بحترمه جدا وبحترم فكره جدا. ولما سمعت وقريت اللي هو كتبه فبدرت على طول وعملت الفيديو. انا مش لسه عاملاه جديد على فكره، انا بنزله للمره الثانيه، فنزلته وقتها الكلام ده مش فاكره الحقيقه بس من عده اشهر. وقلنا يا رب يتفعل هذا القانون لانه هيكون يعني لخير الانسانيه عموما. صحيح. يعني هو القانون موجود، يعني الدوله اقرته، موجود من سنين لكن لم يفعل.
وننتظر بقى تفعيله، بحيث ان يعني انا لو مت دلوقتي اهلي ياخدوني فين؟ يعني ايه المكان اللي فيه بنك الاعضاء؟ أيوة. اللي فيه لسه بالناس اللي منتظره، عشان ده محتاج قلب وده محتاج قرنيه وده عايز كلى وده عايز كبد وهكذا. يعني الاجراءات، يعني الاجراءات بالظبط، يعني عايزين تفعيل الاجراءات. في ناس اكيد تتمنى انها تتبرع لانه ده خير كبير، ويعني هم هيستفيدوا ان دي صدقه جاريه عليهم والبشريه هتستفيد. والله يعني فعلا احنا بنشوف حالات كتيره قوي بتبقى متوقفه حياتها على كلى او كبد او قرنيه او حاجات كتيره قوي، واطفال صغيرين والالم اللي بيتألموه. لان في ناس تقول لك لا انتوا مش يعني العمر مكتوب. طب ما هو ربنا لو كاتب لنا عمر نعيش بصحه كويسه وباعضاء سليمه. لكن على الاقل اللي يعيش فتره بدون ألم، يعني الفترة اللي عايشها هيعيشها بدون ألم، نساعد إن نرحم البشر من الألم. يعني احنا هنطول في عمرهم يعني. أيوة أكيد. بس عارفة يا فنانة إلهام شاهين، احنا دايما بنبقى مستنيين من القامات الكبيرة والناس المعروفة إن هي تقوم بالأعمال اللي زي دي تشجيعا لباقي الناس، إن هم لو في نيتهم يعملوا حاجة زي دي يفكروا فعليا. فيعني يمكن الثواب اللي انت عايزة تاخديها على ناس كتير قوي ممكن تكون في نيتها ده، بس مش عارفة تعمل ده ولا لا، هل هو حلال ولا مش حلال. لما عملتي ده شجعتي ناس فعلا؟ اكيد. ويعني انا سمعت ده من شيوخ اجلاء محترمين، من الدكتور سعد الدين الهلالي ومن الشيخ خالد الجندي وغيرهم، فاسماء كبيره ومحترمه وبنحترم رايهم. فهو من ناحيه حلال ده اكبر حلال. صحيح. يعني والانسان اللي بيعمل ده بيفيد نفسه قبل ما بيفيد غيره. صح، عندك حق فعلا. هي اول افاده واكبر افاده للانسان فعلا، لايه زي ما حضرتك بتقولي لو هي فعلا حلال فهي صدقه جاريه، وانت بتداوي الناس يعني بتخليهم يقدروا يعيشوا بصحه افضل واحسن، ومفيش احسن من كده عند ربنا يعني. أكيد أكيد. شكرا جزيلا لحضرتك الفنانة الجميلة إلهام شاهين، ودايما مستنيين منك كده المواقف الجميلة والإنسانية. شكرا لحضرتك.